مشكلة عندنا لازم ناخد بالنا منها، إن هي اتكلم فيها على الطاولة رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ده ليس شخص، رئيس الجمهورية رمز لبلد. أنا أختلف معاه، أتفق معاه، أرفع عليه دعوة، أبطل بيها قرار، لكن كل ده في حدود الأدب. وأصل المشكلة بقى إنه مش رئيس الجمهورية، المشكلة اللي أنا ملاحظها ودي مشكلة سيئة جدا، إن إحنا بدأنا نفقد أدب الحوار. بقت الناس عصبية جدا وبتحاول إنها تثبت وجهة نظرها حتى ولو بالقوة. ده دخول على دولة غير صحيحة، غير على أسس غير صحيحة لإقامة دولة حديثة. وبالتالي أنا ما إذا سمحنا بتطاول رئيس الجمهورية يبقى هنسمح بالتطاول على الجميع. في قانون بيحكم، حتى قوانين القذف والسب، يعني جريمة القذف والسب موجودة، والقضاء يستطيع أن يفصل. فإذا كنا بنؤمن بالشرعية وعلى رأسها الإيمان بأن رئيس الدولة جاء عن طريق الصندوق. الخوف إن كلام حضرتك ده يتفسر على إنه يبقى بنطالب بالأطراف السياسية والغير مسيسة إن هي تبقى وديعة للغاية. لا. يعني في مقابل إهدار حقوق كتيرة، يعني خوف إن الكلام اللي بتقوله ده إنه لا ما نعرضش الرئيس ده. لا. مش بس المعارضة الشرسة، ده شيء يعني موجود في كل الدول. تتطلع جزء من المعارضة الشرسة؟ لا، أنا بقول لدكتور أحمد كلامه ممكن يفهم بطريقه لا انا ما لان انا كلامي بقول ان انا ممكن ارفع دعوى على سياده الرئيس، لكنها دعوى قضائيه من حق لو اعترض على اي قرار، او اعترض على قرار، انا اعترض على اي قرار، لكن اي قرار ما عدا ايه استخدام اللياقه، ولا ما اعترض على كلام حضرتك دلوقتي.